تموتي حبابي مكم ناعمة عيطوا لها ريشة فطارة. أمي ناعمة تثير غضب المغاربة من جديد باستهزائها بالقرآن الكريم. تابعوا التفاصيل. بالله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شني هداك في قبابة قالوا لي سرق دجاجات وسارك تخرج فارق وكل جلسة طلع لي الجاجة طلع لي الجاجة. أثارت أمي نعمة البدوية سخط المغاربة من جديد وذلك بعد ظهورها مع صهرها في فيديو وهي تستهزئ بالقرآن الكريم وتضحك في مشهد استنفر المغاربة. وأعرب المتابعون وكل من وصلهم مقطع الفيديو عن سخطهم من جرأة السيدة وتطاولها على القرآن الكريم مطالبين بمتابعتها للحد من التمادي في الاستهزاء بالمقدسات. ليست المرة الأولى التي تثير فيها منعم غضب المغاربة، سبق أن تحركت المصالح الأمنية واعتقلتها خلال فترة كورونا بسبب تصريحاتها وقضت عقوبة حبسية، غير أنها تخرج في كل مرة بفيديو متجاهلة القوانين التي تعاقب على أفعالها. حسبي الله ونعم الوكيل. درت واحد ما يقول البارح جبت واحد القصة واحد الدجاجات اللي كانت فضاو في شي فرح او قرح، المهم فرح ولا قرح، ما عنديش انا في بالي شي حاجة. اللي وليت انا كنحرف القرآن حاشا ولا يتمثل، حنا القرآن كنبوسوه صباح وعشية وليت انا حرفته. انا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، انا كنتخلع غير في الدار كنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي التتمة ديال المقطع لا حطيته بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا عندي التتمة ديال القصة. انا هاد المقطع اللي رفدته راه رفدته لي وحده اخرى وحطته لي بالمغزل، هي كتحط المقطع وحده وانا كندير التتمه، ما كانتش كتدي هي التتمه. ولينا اربعه المرات عند البوليس كنطلعو كنوليو عند التتمه، انا عندي التتمه وهي كانت كتحط لي غير اللي بغات، وحنا كنوليو حيت ملي كندي انا التتمه حيت انا عاودت قصه عاودت نكسه جدودنا كيعرفوني. وهاد الناس داك اللايف اللي درت فيه ديك السرابه ديال شني هذاك في قبابه قال له صاحبه خرج سكت فارقه، قال له زعما سكت تنخرجوا من فرقه، وقلت بسم الله الرحمن الرحيم.